طيب الهايبو أدرينالين، الهايبو أدرينالين هي مشاكل في الأدرينال جلاند بتقلل شنو؟ بتقلل السكريشن أو ذا أدرينال هرمونز اللي هم نحن ممكن يكون عندنا مشاكل بتاعة ACTH كله، اللي هو دي بتكون مشاكل بتاع شنو؟ insufficiency in the pituitary gland، ودي تبقى سكندري. أما لو بقت برامر مشكلة في الأدرينال جلاند بيسموه أديسون ديسيز. إذا ما يبي برايمري وهو ده أديسون ديسيز، مهم جدا يتعرف الأديسون. قاعد تجي كيس في الامتحانات حقت الميدسين، كيسة كاملة ورقة كاملة فاضية، بس يقول لك فيها سيناريو ويطلع كيس هي شنو؟ أديسون ديسيز. ما يبي سكندري المشكلة في البيتيوتري جلاند، بيتيوتري يكون بيتيوتري انسفشنسي بيكون لو ACTH، فبالتالي هيكون لو شنو؟ لو أدرينال هرمون، عشان كده سموه هايبو أدرينالزم. إذا ما يبي برايمري أديسون أو سكندري. نشوف الأشهر أسباب هي شنو؟ هي الأديسون. الأديسون مشكلة في الأدرينال جلاند إتسلف، حصل فيها شنو؟ حصل فيها ديستركشن. مين اللي ديستركشن؟ بيكون أوتو إيميون ديزيز. ودائما قاعد نقول أوتو إيميون ديزيز مع بعض، بيقول أديسون ديزيز، ناس معاها البرنيشس أنيميا، معاها ناس الفيتلايجو، معاها ناس صح دايبيتيز ميلتس تايب 1، فهي أوتو إيميون ديزيز إذا أسوسييتد ويز أذر أوتو إيميون ديزيز. ده هي شنو؟ أوتو إيميون ديزيز. إذا هي أوتو إيميون، أديسون أوتو إيميون، أديسون أوتو إيميون. ودي موست كومن كوز أوف ذا شنو؟ أوف ذا أديسون أند هايبو أدرينالزم عامة. ميبي يكون كارسينوما in the other side in the body meets to the adrenal gland and can cause Addison disease. يعني ممكن تقول شنو؟ سرطان في أي مكان تاني وينتشر، يجي الأدرينال جلاند ويعمل شنو؟ Addison disease. maybe تكون شنو؟ tuberculosis, cytomegalovirus or any infection that attack the adrenal gland and can cause شنو؟ Addison disease. دي حاجة مهمة شديد الناس مفروض شنو تركز فيها. عندنا سيندروم بيسموها ووتر هاوس فريدريشيان سيندروم، بيسموها ووتر هاوس فريدريشيان سيندروم. الووتر هاوس فريدريشيان سيندروم هي عبارة عن شنو؟ إنه عندنا النيذيريا مينينجيتيس، النيذيريا مينينجيتيس بتعمل شنو أصلاً؟ بتعمل مينينجيتيس. تقوم بدل تعمل مينينجيتيس تمشي أتاك منه، أتاك الأدرينال جلاند وتعمل شنو؟ أديسون ديزيز. دي حتعمل حاجة يسموها شنو؟ ووتر هاوس فريدريشيان سيندروم، ووتر هاوس فريدريشيان سيندروم. طيب العيان بتاعنا ممكن تاني يكون عنده أنتي فوسفوليبيد سيندروم، والأنتي فوسفوليبيد سيندروم أسوسييتد بريجننت ليدي، بريجننت ليدي، بريجننت دائما بيكون معها أنتي فوسفو ليبيد سيندروم. الأنتي فوسفوليبيد سيندروم كان كوسينو أديسون ديزيز. إذا ما بي ديستركشن إن ذا جلاند إتسلف، وديستركشن في الجلاند بيكون سببه شنو؟ يا إما أوتو إيميون ديزيز، يا إما إنفكشن، يا إما مشاكل بتاعة قلنا شنو تاني؟ مالينجنس صح؟ أو ما بي أنتي شنو؟ أنتي فوسفوليبيد سيندروم. تجي أي الأنتي فوسفوليبيد المشكلة فيها شنو؟ بيكون الجسم بشكل جلطات، أي جلطة تجي تمشي تضرب شنو؟ الأدرينال جلاند، خلت شنو؟ الأدرينال هرمون لو. عرفتوا؟ إذا دي المشاكل الرئيسية اللي بيجي بها العيان. طيب عندنا ذا كلينيكال بيكتشر، الصورة اللي بيجي بها العيان إحنا قاعدين في المستشفى أو في السيناريو في الكيس في الامتحان بيجيب لك شنو؟ أنا حديك مساكة حتظبط بيها تتعرف بيها الأديسون من بعيد يعني. اللي هو أول حاجة العيان بيجي بمشاكل بتاعت أوتو إيميون ديزيز، بمعنى يجي بشنو؟ بفيتلايجو، بيجي به دايابيتس تايب كم تايب 1، بيجي بشنو تاني؟ برينيشس أنيميا، أو ممكن يجي بشنو؟ اللي هو حيجي معاهم بالأديسون. إذا دي كلها أسوسييتد ويز شنو؟ أذر أوتو إيميون ديزيز، معناها بيجي بمشاكل بتاعت أنيميا، ميبي يجي بشنو؟ بلر، يجي بشنو؟ بجونديس، فأنت تتوقع إنه يجيب أو يجي بشنو؟ بهايبو بهايبر شنو؟ هايبر جلايسيميا اللي هو دايابيتس تايب 1. العيان ممكن يجي بسيمتوم
other symptoms they weakness and fatigue. يعني يبقى حاجة عامة. لكن المميز لهم عندهم hyperpigmentation. شفتوا دي؟ دي أخطر حاجة. hyperpigmentation. لقيتنا hyperpigmentation قبل كده؟ وين؟ نيلسون سيندروم. ذا نيلسون سيندروم هي شنو؟ زيادة في الـ ACTH أثرت على شنو؟ على الميلانوسايت. نفس القصة هنا زيادة في الـ ACTH أثرت على شنو؟ على الميلانوسايت. لكن هناك المشكلة كانت شنو؟ إنه أصلاً ما في أدرينا غلان. هي نفس القصة، هي الأدرينا أصلاً ما شغال لأنها مضروبة. فبالتالي زيادة الـ ACTH ما حتأثر على شنو؟ على الأدرينا، حتأثر على شنو؟ على الميلانوسايت، حيجيك بهايبر بيجمنتيشن. بيجيب لك صورة كده في الـ في الـ في الـ في الأوزبي. صورة بتاعت زول يديه هنا شنو؟ الفجاجة تلقاها فيها شنو؟ هايبر بيجمنتيشن، سودة شديد. طيب لو خواجة، لو خواجة بيجيبوها الفجاجة دي حمرة شديد. الخواجة بتكون حمرة شديد، أما إذا كان شنو أفريكان بيكون شنو؟ سودة شديد. عرفتوا؟ هايبر بيجمنتيشن. في شنو؟ بيكون إن ذا ديجيتس في الأصابع، بتجي في الامتحان. إذا البيشن يقول لك البيشن لاحظ بالهايبر بيجمنتيشن إن ذا ماوس ولا إن ذا شنو؟ إن ذا هاند ولا في شنو؟ في البودي عامة في هايبر شنو؟ بيجمنتيشن. يقول لاحظ انه عنده هايبر بيجمنتيشن. حتقيس الاي سي تي اتش حتلقاه شنو؟ هاي. لأنه سبب شنو سببها؟ زيادة الاي سي تي اتش. العيان بيجيك بشنو؟ بنقصان في البلود بريشر. إذا حيجيك بهايبو تنشن. إذا حيجي بهايبو تنشن. إذا عنده هايبو تنشن لو بلود بريشر. بيجي بشنو؟ low blood pressure. طيب تاني ممكن يجي بشنو؟ بيجي بي recurrent infection. recurrent infection. recurrent infection سبب شنو؟ بيكون عنده مشاكل في الوايت بلود سيل، مين الايوزينوفيل مين النيتروفيل، بيكون شنو؟ low. اذا عنده نقصان في الايوزينوفيل ايوزينوفيل ونيتروفيل بيكون شنو؟ لو لو لو. ودي بتعمل ريكرنت شنو؟ انفكشن. اذا السيناريو يقول لك والله عندنا بيشن مثلا 35 years old male ولا female جات بشنو؟ جات بريكرنت انفكشن ان بلر ويز هاي وتنشن اند هايبر بيجمنتيشن ان ذا هاند. وات از يور دايجنوس؟ هو شنو؟ اديسون ديزيز. وبعدك اذكر شنو؟ الانفستيجيشن. هسه اذكر شنو؟ الانفستيجيشن حقك. إذن بيكون عندهم نقصان في شنو؟ نقصان في النيتروفيل، نقصان في شنو؟ في الإيوزينوفيل. ده المهمات لأنه ده بيجيبهم. في حاجات تانية ممكن تكون زائدة لكن ما بيجيبها. اللي هي شنو؟ زيادة الصفائح. هل في ذلك بيعرف زيادة الصفائح في جسمه؟ ما حتكون شنو في حاجة كده واضحة في زيادة الصفائح. ولا حتكون عندنا حاجة شنو؟ زائدة في مثلا لو كان عندهم زيادة في أو نقصان في الليمفوسايت ممكن يكون عنده فايرال انفكشن. لكن الشهيره ديل بس عارفوا ديل هم ذا شنو الشهيره نوع نقصان في اليوزينوفيل نقصان في شنو في النيترو في يوزينوفيليا ونيتروبينيا. طيب نجي ل الحاجات الانفستيجيشن الممكن تطلبها. الانفستيجيشن الممكن نطلبها اللي هو عندنا صوديوم. ذا صوديوم ليفل بتكون لو ولا هاي؟ لا صوديوم لانه جاي بهايبو تنشن. اذا صوديوم بيكون مستوى شنو؟ لا صوديوم لانه هايبو تنشن. طيب البوتاسيوم حيكون شنو؟ هاي بوتاسيوم. جبنا في الكونس يكون عندهم شنو؟ عندهم اول حاجه ادينوما. عندهم هايبر تنشن، عندهم هاي صوديوم، وعندهم البوتاسيوم شنو؟ عندهم هايبو كاليميا صح؟ اما ده عندهم شنو؟ عندهم لو صوديوم وهاي بوتاسيوم. هايبو ناتريميا هايبر كاليميا. شايفين الفرقه؟ كان بدات تلخبط معناها انت شويه كده بدات تقرا يعني بدات المجموعات معناها تجمع عليه لكن بيتفرقوا سهل. اذا عندهم هايبو تنشن عندك شنو؟ هايبر تنشن. ده عندهم حيكون عندهم اسيدوزيس. ليه؟ لانه الهايبر كاليميا اسوسييتد ويز اسيدوزيس.
إذن عندهم شنو؟ أسيدوزيس، ما عندهم ألكالوزيس، لأن ذلك عندهم هايبو كاليميا و ألكالوزيس. هنطلب فحص مهم 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 جدا اسمه ACTH stimulation test. ده فحص بيجيبوه في الامتحان اسمه ACTH stimulation test. ACTH stimulation test اسمه الثاني اسمه ثانشين تيست. ACTH stimulation شنو تيست او الثانشين شنو تيست. هنا بيكون عندنا في الـ ACTH stimulation test ده الفحص الممكن يكون the best test عشان نعرف به ناس الـ Addison disease. ناس الـ Addison disease عندنا ممكن برضه نطلب سيرولوجي. كسيرولوجي عندنا anti 21 hydroxylase antibody اسمه anti 21 hydroxylase antibody. فحوصات دي كده بالترتيب يا جماعة عشان بعدين بقول لك العيان جاب مثلا هايبوتنشن جاي ب ب ب بقول لك جاي بهايبوتنشن هايبربيجمنتيشن وجاي مثلا بشنو ببلغ تفتكر او جاي مثلا بهايبرجلايسيميا تفتكر العيان ده عنده شنو؟ ولك الحاجة ديفرنشال دياجنوز من تكتب دايابيتس تايب 1 تكتب اديسون ديزيز تكتب عن حياه كده كديفرنشال. وات از ذا توب اوف ذا ديفرنشال؟ اديسون ديزيز. الاديسون ديزيز وات از ذا انفستيجيشن؟ سيرم الكترولايت فيها صوديوم فيها شنو؟ بوتاسيوم. اتوقع القى كده كده تتولين جنبتين اتوقع انه القى الصوديوم شنو؟ اتوقع الصوديوم الاول البوتاسيوم هاي اتوقع القى اسيدوزيس. بطلب شنو؟ اي سي تي اتش ستيميوليشن تيست. بطلب انتي 21 هيدروكسيليز شنو؟ انتي بودي. ليه عملت ده؟ ليه؟ هما اوتو اميون والناس مستي كمان اذا اوتو اميون اذا ده مهم ده ذا بيست. طيب لو خيروك انه تختار ده ولا ده؟ اختار ده انتي 21 هيدروكسيليز انتي بودي. ده اذا كان شنو؟ اتشكيت الا شنو؟ اديسون اديسون ديسيس. فيها مشكله؟ لكن السكرين تيست هو شنو؟ الاي سي تي اتش ستيميوليشن تيست. ده مهم جدا. اذا ذيس از اديسون ديسيز. العيان ممكن بتاع الاديسون بيخاف له من حاجه واحده بيخش في كرايسيس بيسموه اديسون كرايسيس سموه اديسونيان كرايسيس. ذا اديسونيان كرايسيس از ايمرجنسي كونديشن بتتقدم معناتها الايمرجنسي سموه اديسونيان كرايسيس. ذا اديسونيان كرايسيس هي ايمرجنسي كونديشن. العيان بيجي بشنو؟ بيجي بها هايبوتنشن سيفير هايبوتنشن بيجي بها حمى فيفر الاثنين بيجي بشنو؟ بيجي بهن مع بعض بيكون شنو؟ بيكون العيان اصلا عنده اديسون وخش في ستريس. اذا التريجر بتاعه هو شنو؟ الاستريس. اذا العيان يخش في شنو؟ الاستريس. والاستريس بيخلي الكورتيزون زايد ولا ناقص؟ زايد صح؟ اذا العيان هيخش في هايبوتنشن هايبوتنشن. ليه؟ اصلا الكورتيزون ما حيزيد عندهم لانه عنده شنو؟ اديسون. فهيخش في هايبوتنشن بدل ما يخش في هايبر تنشن ودي بسموها اديسون شنو؟ كرايسيس. الاديسون كرايسيس اول حاجه محتاج تدون شنو؟ لانه عندهم لو بلاد بريشر حتدون فلويد. الفلويد ان ذا فورم اوف اول حاجه حتدي شنو؟ مينلي ديكستروز. بندي فلويد الفلويدز ان ذا فورم اوف ديكستروز. نديهم ديكستروز. الكوليسترول اللي هو شنو؟ الجلوكوز الواحد ده بيدوهم. ليه؟ لانه الكورتيزول هو كاونتر ريجولاريتي شنو؟ هرمون. طيب بتديهم ثاني شنو غير ده؟ ممكن نديهم بعد ده لا نديهم استيرويد. نديهم شنو؟ استيرويد اللي هو هيدرو كورتيزون. اذا حديهم برضو هيدرو كورتيزون. هو اصلا ما عندهم استيرويد يا حبيبي عندهم هايبو. لا
نحضر بندي نحن ده الجلوكوز أهم لنا نحن مشكلة نوع الصوديوم العيان ما بيشكي مشكلة الصوديوم نحن داري شنو داري نذيل الفلويد عشان تذيل البلوت بغير عرفته يلا هندي إن ذا فورم الديكستروز ليه لأنه الكورتيزول هو كاونتر ريجولاريتي معمنه معناته الانسولين كده طيب هندي هيدروكورتيزون ولا ديكساميثازون ده مهم جدا بعدك ندلي الدوستيرون مصنع الدوستيرون مصنع اسمه شنو اسمه فلودرو كورتيزون اسمه فلودرو كورتيزون فلودرو كورتيزون العلاجات ده يا جماعه تمشي بهذا التصنيف عيان جاي بعد سونيان كرايسيس فلويد ذن هيدروكورتيزون ذن فلودرو كورتيزون تتمشى كده ده دي تكتب في الامتحان هتاخد شنو الدرجة الكاملة إذن علاج ناس الأديسون ساي عامة علاج شنو ناس الأديسون بنفس الكلام ده عرفتوا فيها مشكلة إذن ده الكلام حول الهايبو أدرينالين